المكلف ميناء اقتصادي له أهمية كبيرة من ناحية استقرار ويعني استيراد البضائع ونشوء الحركة التجارية الكبيرة هذه اللي تشوفها كلها نشأت نتيجة أنه وجد هذا الميناء وساهم إسهام كبير. الميناء هذا شريان لجميع الناس، يعني توقف الميناء يوم واحد يتوقف أرزاق أكثر من 3000 شخص، عمال شحن تفريغ، عمال نقل سيارات، واطر وهكذا. بالنسبة لميناء المكلا، الميناء القديم أنشئ طبعا في أيام الدولة القاطعية تقريبا في تاريخ محدد اللي هو 1911 حسب علمي كذا، يعني هو عبارة عن رصيف عمقه بسيط جدا ما يتجاوز حدود مترين ونص إلى متر ونص يوصل. ثم كان عندنا ميناء قديم ما يسمى ميناء المكلا القديم، وهذا موجود طبعا قريب من حي الشهيد، منطقه معروفه الى الان. والميناء عباره كان تحتوي عن ميناء وفي نفس الوقت عباره عن جمارك، بمعنى ان جميع الخدمات كانت متوفره في نفس المرفق في نفس المكان، وكان طبعا موجود توزيع اداري بين المرفق المواني وبين الجمارك، وكان قدموا نفس الخدمات. وفي فتره زمنيه ما قبل في الثمانينات والسبعينات كانت الخدمة بقدر بساطتها، بقدر المجهود اللي يبذل من قبل العمال من قبل الإدارة في إخراج البضائع. بمعنى في السابق كانت القواخر لما جي ما كان عندنا ميناء خاصة للرسول ترسي فيها، كان ترسي في المخطاف، وفي عندنا كانت القوارب الخشبية يسمونها الزعايم، بالإضافة إلى في موجود أبوات صغيرة اللي هي عطر، تقوم بعملية العطر للقواخر للأبواب في زي البارج الصغير هكذا يحملوا عليه البضائع من الباخرة الموجودة في مكان الرسو في مكان الأنكرج إلى الميناء القديم، فكانت تنقل البضاعة عبر هذه الوسيلة، إما عبر الزعايم اللي يسمونها الزعايم أو عبر التاقات هذه البسيطة اللي تسحب الأبوات أو البارجات الصغيرة تم فيها وضع فيها الأكياس مهما كانت البضائع موجودة. كان الميناء قديما السواعي تاتي الى المنطقه الشرقيه، وفيما بعد عندما ازدادت الحركه قام السلطان بنقل الميناء المكلا من المنطقه الشرقيه الى المنطقه الغربيه، وبدا باعمال المنشات لبناء الرصيف والبوابه، ومن بعد ثم من بعد بناء البايكات الخاصه بالميناء، وبهذا تم العمل في ميناء المكلا سنوات طويلة إلى أن يعني ازدحم الميناء بالحركة حق التجار وحركة البضائع، الأمر الذي أدى إلى أنهم يقومون بعملية توسعة وتوسعة للرصيف، وقام بالتوسعة واحد يعني معلم اسمه بحمدان، وأيضا فيما بعد في عام 1965 أيضاً اضطروا إلى أنهم يقوموا بتوسعة كبيرة جداً من ناحية البحرية إلى منطقة مسجد الروضة، ومنها بدأت يعني تتشكل الأرصفة والبايكات اللي بنوها فيما بعد، وأيضاً المخازن الخاصة بمصنع الأسماك، مصنع طحن الأسماك مشان البضائع الخاصة بالطحن. استمرت الأمور أنها يعني تتصاعد نتيجة أنه البضاعة كانت يعني مطلوبة،
وكانت المينا يخدم ثلاث محافظات. كان المينا يخدم ثلاث محافظات، من هذه المحافظات محافظة المهرة ومحافظة شبوة، بالإضافة إلى أنه كان موجود في محافظة حضرموت. أيضا قام العمل أو قام انتشار كبير، توسع كبير، قام يعني حصلت توسعات كبيرة في العمل، مما أدى إلى أنهم يفكرون في التوسعة الخاصة بالميناء، فاضطروا أنهم يوسعون الميناء إلى منطقة صحراء سيناء سابقا، وعملوا البوابة الثانية للميناء، وعملوا مبنى لإدارة الجمارك. ومع تقدم والتطور تم إنشاء ميناء المكلل الجديد في عام 1985. افتتاحه تم عام 1985 على شكل رصيفين زي ما انتم شايفين في الخلفية، رصيفين يقوم بإدخال جميع أنواع البواخر. من بواخر الحاويات والبواخر النفط وحل إشكال كبير، حل إشكال كبير ببناء المنشأ الجديد، الميناء الجديد الذي نشأ عام 1985 وما زال يعمل. بالإضافة إلى أن لما توصل الباخرة في الفترة الزمنية في الوقت هذاك كانت يعني العمال يتم توفير، إذا مثلا بضائع على سبيل المثال بضائع غذائية، مواد غذائية كانت تتوفر من قبل الصحة، عامل خاص بالصحة، أصحاب الجودة. طبعاً أرجع الأمن والجوازات، هذا أمر طبيعي، ترون يقوم بعملية تشييك للبضاعة الموجودة قبل خروجها من الباخرة بفحصها والتأكد من سلامتها، ومن ثم يقومون بعملية إخراجها. لكن مع تقادم الزمن والكثر كبر التعداد السكاني أصبح لابد من حاجة إلى إيجاد ميناء أكبر يتحمل ويستقبل بواخر أكبر مما كانت عليه، بالإضافة إلى طبعاً تقديم خدمات تتناسب مع التطور الموجود. فجاءت فكرة الميناء الحديث هذا الموجود الآن في ميناء خلف، اللي تحتوي عبارة عن ميناء يحتوي على ثلاثة أرصفة، الرصيف رقم واحد ما يقارب 200 متر، والرصيف رقم اثنين 280 متر، والرصيف رقم ثلاثة إلى 180 متر طول تقريبا، وكان يسمى رصيف الأسماك فترة الزمنية. وبالإضافة إلى احتياج الدولة في الوقت إلى توسيع الميناء، اللي هو ميناء المكلة كانت تقدم خدمات إلى أكثر من محافظة، بمعنى كانت تقدم لمحافظة حضرموت الساحل والداخل، محافظة المهرة، ومحافظة شبوة. فكان لابد من عملية توسيع وإحداث ميناء جديدة تتواكب مع هذه الخدمات. كان هناك فرق هائل جداً، البضائع السفن ترسي مباشرة في الرصيف ويتم التفريغ مباشرة عن طريق في الساحات، في ساحات عندنا خزن موجودة، وبضاعة أيضا تنقل مباشرة بالسيارات. استطاع المينا الحالي هذا استقبال مختلف السفن، البواخر والسفن الخشبية، ولدينا نشاط متزايد في هذا الجانب خاصة بالسفن الخشبية والبواخر. أيضا عدد السفن الخشبية تقريبا توصل في السنة أكثر من 360 سفينة تعشق، تصل عدة مواني في الخليج وعمان، عندنا تصل من الهند سفن ومن شرق أفريقيا. أيضا أنواع البضائع هي بضائع معظمها مواد غذائية ومواشي، أيضا تصلنا احنا من أفريقيا من الصومال. الإدارة المتوفرة في الميناء المكلل القديم، في فرق بين الميناء القديم والميناء الحديث. الميناء القديم ما أشرت من قبل أنه المرفقة كانت تكون جميع الأجسام متوفرة مع بعض، مثلا
عندنا قسم الجانب المالي، الجانب الإداري، الجانب المتابعات، الجانب الفني، كانت ورش برضو كانت متقاربة مع بعض، لأنه حجم الميناء القديم حجم بسيط جدا وما عاد ما فيش كان موجود مساحات، فاضطرت يعني الحال أوجد نفسه إنه تكون جميع الأقسام تكاد تكون موجودة باستثناء بالقسم البحري. كان موجود القسم البحري إلى الآن موجود، له ما يسمى الآن الكنترول اللي عملية التواصل مع السفن الخارجية. طبعا تتم عملية أول ما توصل للميناء يتم أولا إشعار الكنترول بأنه في سفينة بتجي تاريخ تحدد التاريخ المعين. الوكيل للباخرة في كانت فترة كان زمنية ده كانت الوكالة كانت بسيطة جدا، أعدادها بسيطة كانت الوكالات، يتم التواصل معهم يشعرون المؤسسة بأنه في باخرة بتجيب تاريخ كذا وكذا. طبعا الاستعداد تكون مهيئة، يتم التواصل أول ما توصل للباخرة كنترول يتواصل معها يحدد للمكان الأنكرج اللي بتتم فيه عملية الرسو، وبعدها تتم عملية الإجراءات القانونية والرسمية في عملية الدخول والفحص أولا على البضاعة الموجودة تأكد من سلامتها، ومن ثم يباشرون في عملية الخدمات اللي هو عملية تنزيل البضاعة الموجودة فيها. طبعا حركة السفن تجي نحن من خلال العمل اليومي، العمل اليومي نسجل فيه نقوم بتسجيلات فيه من وثائق الخاصة اللي تجي نحن من خاصة الوثائق الخاصة اللي تجي نحن للبواخر، مثلا هذه الوثائق منها المنافيس منها أوامر التسليم منها، هذه تسجل حركة البواخر ونسجل اسم الباخرة ومواصفاتها وكل شيء، ثم تتجمع هذه المعلومات في شكل بيانات، تتجمع معلومات في شكل بيانات خاصة بالبواخر أو خاصة بالسفن الشراعية. وقد تأكدنا أنه من خلال هذه العملية قدرنا نضبط عملية الزيادة في هل الزيادة في عملية الزيادة في التفريغ في الشحن الخاصة بالبواخر. وطلعت على مؤشرات تبين أنا مؤشرات تبين لنا النشاط الكلي بالنسبة للبواخر وبالنسبة للسواعي، وكذلك أدت إلى أنها تعطي نحن مؤشرات تروي نحن قوة الحركة داخل الميناء ومتى تزيد ومتى تنقص. ومن ضمن برضه التطور لحصة الميناء المكلل الجديد الحديث انه استحدث كثير من الاقسام، مثلا قسم السفن البحريه ما كان موجود عندنا في السابق، وكما هو معروف انه ميناء المكلل كانت سابقا تخضع لمؤسسه مياه البحر البحر الاحمر اللي هي ميناء عدن، فما كانت عندنا هذا الموجود، فكنا اذا كان عندنا بعض الاعطاء الفنيه ولا حاجه فنضطر نستدعي الى فريق فني من ميناء عدن الى المكلل يقوم بعمليه الاصلاح. لكن بعد عمليه الانفصال استقلال ميناء المكلل عن ميناء عدن تحولت مؤسسه مياه البحر العربي، اصبح الان في حاجه ملحة ضرورة إلى تكوين أقسام، من ضمن الأقسام قسم السفن البحرية هذا ما كان موجود. القسم هذا يقوم بكثير من الخدمات، وفر كثير من الـ من الـ من, الـ من الجانب المادي اللي كانت تصرفه الميناء في عملية الإصلاح لعملية الزوارق والقطاع البحرية، الآن وفر كثير. والله صعوبات حاليا يعني في شهر 7 يكون الادخال عندنا من الصبح فقط نظرا لحاله الطقس والموسم البحري عندنا. نحن عندنا طبعا بزياده شيء عندنا ارصفه وعندنا خط بحري. الخط البحري هذا يعمل بشكل محدود، يعني عمل الخط البحري يبدا من شهر اكتوبر الى شهر نهايه مايو عمل البحري. لما يتوقف العمل البحري من الصعوبات تكون كثيره، يكون زحمه عندنا، تكون عندنا ناقلات نفط مشتقات نفطية تحتاج للمكان، وعندنا خطوط بواخر الآن حسب ما قلنا الآن زادت الخطوط أكثر من 4-5 خطوط نقل الحاويات، فيكون صعوبة في ترتيب العمل نظرا لحاجة البلد من مشتقات وحاجة البلد للعمل التجاري. ففي فترة شهر جون إلى شهر سبتمبر نهاية سبتمبر يكون العمل صعب علينا جدا نظرا لدخول وخروج البواخر في وقت محدود ورصيف واحد، رصيف واحد والكل يعني نظرا لأيضا وجود الخط المشتقات النفطية في رصيف رقم واحد فقط، والبواخر الحاويات بواخر عملاقة التي كبيرة يعني تتطلب نفس الرصيف، فيكون هناك نوع من الصعوبة في هذه الأشهر.
في هذا الأشهر بالذات في من يوليو، من بداية يونيو إلى نهاية سبتمبر، فترة صعبة بالنسبة لنا. قبل ما نتكلم عن الإدارة بقول أن مؤسسة ماني البحر العربي اليمنية أنشئت في 2007 طبعا بقرار جمهوري، وعلى أساسه كنا في السابق كنا تابعين إلى مؤسسة ماني عدن، هيئة ماني عدن، فاستقلينا في الفترة هذه. وطبعا ليس لوحدنا، هناك ثلاث محافظات اللي هي محافظة حضرموت ميناء المكلا، وميناء نشطون في محافظة المهرة، وميناء حلاف في سوطرة، في جزيرة سوطرة. الآن أيضا المحافظة الرابعة هي محافظة شبوة، لدينا مشروع إنشاء ميناء في محافظة شبوة في منطقة بير علي يسمى ميناء قناء، وهي منطقة مؤهلة لإنشاء ميناء طبعا تجاري كبير. بالنسبة للإدارات، الإدارة التي تدير هذه المؤسسة تتكون المركز الرئيسي في ميناء المكلا هنا طبعاً 12 إدارة معنا، رئاسة المؤسسة والشؤون الفنية والدائرة البحرية، القسم المالي طبعاً زي المؤسسات الأخرى، التخطيط والرقابة وغيرها. يعني كل هذه المؤسسات تعمل بتناغم ما بين هالبين. الأرصفة والساحة طبعا عندنا، التشغيل اللي هي من أهم الإدارات اللي هي الكنترول والتشغيل والأرصفة والساحات، والدائرة الفنية اللي يتمركز فيها عدد كبير من الموظفين والفنيين. هناك عدة وكالات ملاحية وعدة خطوط ملاحية عندنا تعمل، يعني خاصة حصل تطور كبير في جانب المناولة الحاويات. في الفترة السابقة كان لدينا يعني في حدود ما بين 3000 إلى 4000 حاوية في السنة. الآن صارت قفزة نوعية كبيرة، زادت عدد خطوط الحاويات تقريبا 4 خطوط الآن، لكن هناك في خطوط أيضا غير مباشرة تشحن مع الخطوط اللي موجودة، يعني العدد يصل إلى 7 الآن تقريبا. إجمالي الحاويات توصل في السنة عندنا الآن إلى حتى 28000 حاوية، وهذا عدد يفوق يعني الساحة التخزينية للميناء. لكن ما عندنا خيار غير أن نستقبل المزيد والمزيد من الحاويات، لذلك استأجرنا مساحة خارجية كميناء جاف، يعني الأول مرة تقريبا في الموانئ اليمنية تم استأجار مساحة خارجية، ونحن قمنا بهذا العمل نخزن حاوياتنا الفارغة طبعا خارج الميناء، ويتم التصدير بعدين إعادة التصدير من الساحة الخارجية للبواخر مباشرة. بالنسبة للسفن، يعني عادة الكنترول يتواصل مع السفن، كل سفينة تعلن عن نفسها تتواصل مع الكنترول فتخبره عن موقعها ونوع اسم السفينة والبضاعة التي فيها، فهي إجراءات ملاحية معروفة عندنا إدارية. فعما تصل حدد لها موقع الإرساف للمخطاف، يسمونه منطقة المخطاف هذا الأكريج، فيحدد لها الموقع بالضبط، يتم الإرسال السفينة أو انتظار السفينة في الموقع هذا إلى أن يأتي دورها. عندنا نظام دخول دقيق جدا يعني، ونظام ملتزمين بنا نحن بحكم أنه عندنا رصيفين، وبالتالي نحن لا نفرط في النظام هذا من أجل تحقيق العدالة للجميع طبعا في عملية الإرسال هذا. يتم تفتيش السفينة من قبل خفر السواحل معروف طبعا، الجهات الأخرى الصحة والجمارك طبعا يقوموا بدورهم. بعد تكتمل هذه الإجراءات يتم إدخال السفينة إلى الرصيف وتنظم عملية تفريغ. السفن عملية منظمة، قضية تفريغها بالكيو، يعني السفينة اللي توصل الأولى تفرغ الأولى، السفينة اللي تجي لك الثانية تفرغ الثانية، وهكذا كل واحد حسب الطابور حقه.
كان فترة البقاء حق السفن أول زمان قدام ما يطلع قدام ما ينشأ ميناء خلف كانت فعلاً السنابيق يعني البواخر تنتظر بالأشهر. كانت بعض البواخر تفرغ الاسمنت والهذا تابع لشركة التجارة كانت تنتظر حوالي شهر وأكثر يعني عشان تفرغ هذا. ولكن لما جاءت الأرصفة هذه الجديدة وبنيت وده يعني ساعدت الناس كثير وحلت مشكلة كبيرة جداً في هذا الجانب. لأنه إيش معنى تأخير البواخر؟ معناته زيادة الفلوس والصرفيات، لأنه كل يوم صاحب الباخر يحسب لك فلوس وأنت تدفعها. يعني ويعتبر ميناء هو في ميناء صغير لكنه يقوم بعمل جبار جدا بإدخال جميع أنواع البواخر. تصل البواخر إلى طول 180 متر برصيف رقم واحد اللي هو يعني طوله 177، لكن بجهود جبارة من إدارة مؤسسة ميناء البحر العربي اضطروا بإدخال جميع أنواع البواخر تصل إلى طول أكثر من الطول المحدد للميناء. والحمد لله بجهود جبارة بوجود مرشدين فنيين في ميناء المكلا تم تجاوز عدة مصاعب وإمكانيات بقلة الإمكانيات، ولكن الحمد لله تجاوزوا ميناء المكلا. والآن نشاط ميناء المكلا الزايد بوجود كان موجود خطين، الآن خطوط ملاحية واتصالات دائما ومتواصل ده علشان يجوا يعرفوا أكثر على ميناء المكلا نظرا لأهميته ووجوده في موقع استراتيجي هام، موقع استراتيجي هام قلنا على خليج عدن والبحر العربي. ميناء المكلا ميناء اقتصادي له أهمية كبيرة من ناحية استقرار و يعني استيراد البضائع ونشوء الحركة التجارية الكبيرة هذه اللي تشوفها كلها نشأت نتيجة انه وجد هذا الميناء وساهم اسهام كبير. ايضا المواني الاخرى اللي بتبنى في المستقبل ايضا بيكون لها نفس الدور والاسهام الكبير في نشاط هذه الحركة وفي نشاط هذه المواني. يعني لهم عمل وفرص عمل ووظائف جديدة. شوفوا الناس الآن يشتغلوا في المواني الكتبة والموظفين العمال اللي يشتغلون الجنود الآن اللي يشتغلوا في يعني كلهم ساهموا في عملية التنمية هذه، تنمية المواني. تنمية المواني معناته يعني بصراحة هي عبارة عن حركة مالية اقتصادية يعني تقوم بخلق فرص كبيرة جدا للعمل. الميناء هذا شريان لجميع الناس، يعني توقف الميناء يوم واحد يتوقف أرزاق أكثر من 3000 شخص، 3000 شخص عمال شحن تفريغ، عمال نقل سيارات قواطر وهكذا، وعمال مصانع داخلية تعمل داخل الميناء نفسها. فتوقف الميناء يعمل على عملية توقف أكثر من 3000 إلى 4000 سكان مدينة المكلا. بالنسبة للميناء خلف المساحة محدودة ضيقة، نحن فكرنا في إنشاء تواصلنا مع الوزارة والسلطة المحلية في الجانب هذا، ولدينا دراسات الموقعين أساسياً يعني مختارين قد هم السابق تم اختيارهم اللي هو موقع ميناء بروم وموقع ميناء ضبة. توجد دراسات، هناك شركة بيسيم عملت حق شركة فرنسية عملت دراسات بروم وشركة حمزة عملت ضبة. هذه المواقع اللي هي تم اختيارها لتكون مواني، لكن ساحل حضرموت بالنسبة لحضرموت في مواقع كثيرة يمكن استغلالها كمواني هي محتاجة لدراسات. نحن الآن بصدد تطوير الدراسات هذه لعرضها على شركات القطاع الخاص بمشاركة حكومية ممكن أو ممكن قطاع خاص نظام BOT يتم إنشاء هذه المواني وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. نحن نشجع الجانب هذا طبعا. تطوير الميناء هذا ما بيؤدي الغرض اللي محتاجين له على المدى الجاي، يعني حتى على المدى 5-6 سنوات الجاية.
لو بنينا رصيف ما نحتاج، احنا محتاجين 4-5 رصفة جديدة. فالهدف في القضية هي ان لازم يكون هناك ميناء جديد قابل للتطوير 50 سنة. يعني عدد كبير من الأرصفة متخصصة للقمح، للسمنت، للفحم، أرصفة خاصة بالحاويات، البضاعة العامة. فهذه اللي هو نظرتنا للميناء الجديد مستقبل يعني إن شاء الله. ونحن ندعو القطاع الخاص في هذا المنبر، ندعوهم للمشاركة في عملية إنشاء هذا الميناء.